هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب اليد بفوزه بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في اللعبة.